مساء الخير للجميع. فقرة جديدة من فقرات قصة كاتب، واليوم مع الكاتب الإنجليزي سامويل ريتشاردسون. ولد سامويل ريتشاردسون في 19 من أغسطس سنة 1689، وتوفي في 4 من يوليو سنة 1761. هو كاتب وناشر إنجليزي. من أشهر أعماله 3 روايات رسائلية هي باميلا أو جزاء الفضيلة سنة 1740، وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة سنة 1748، وتاريخ سير تشارلز غرانديسون سنة 1753. عمل ريتشاردسون معظم حياته في مجال الطباعة والنشر، وقام بطباعة حوالي 500 كتاب إلى جانب صحف ومجلات. ومع هبوط نشاط مطبعة ريتشاردسون كتب روايته الأولى وهو في 51 من عمره، ليصير واحدا من أشهر كتاب عصره وأكثرهم انتشارا. كان ريتشاردسون على صلة بعدد من رموز الأدب في إنجلترا في القرن 18، ومنهم سامويل جونسون وسارة فيلدينغ، وكانت بينه وبين هنري فيلدينغ منافسة أدبية انعكست على أسلوبهما الأدبي في رواياتهما. أدرجت روايته باميلا في دليل الكتب المحرمة، وهي قائمة بالكتب المحرمة على الكاثوليك. كان سامويل ابن نجار من داربيشير، انتقل إلى لندن عقب مولد سامويل، وكانت الأسرة ترجو أن تجعل الصبي قسيسا، ولكن الفقر عاقها عن تأهيله التأهيل المدرسي المطلوب، على أنه وفق في أن يضمن كتبه شيئا من الوعد، وكان الوسط الذي شب فيه يحتفظ بالفضيلة البيوريتانية، وألحق صبيا لطباع، وأعانه اشتهاره بجمال الخط على زيادة دخله تدريجيا، وخصوصا بتدبيجه الرسائل للفتيات الأميات التي أضناهن الحب. وقد قررت هذه المصادفة الشكل الذي اتخذته روايته، أعني شكل الرسائل، وما أفاضت فيه هذه الروايات من دراسة لسيكولوجية المرأة وصبر عواطفها. وأفاده جده واقتصاده، فأنشأ مطبعة خاصة به، وتزوج ابنة رئيس عمله السابق عام 1721، وأنجب منها 6 أطفال، مات منهم 5 في حداثتهم. كذلك ماتت أمهم عام 1730 وهي ما تزال صغيرة السن، وأعانت هذه الأحزان على خلق مزاجه الذي تغلب عليه الكآبة. وتزوج ثانية وأنجب 6 أطفال آخرين، واكتوى بمزيد من الأحزان، ثم ارتقى لوظيفة طباع مجلس العموم. من الصعب أن يتخيل المرء سامويل ريتشاردسون روائيا، فإن ابن النجار هذا لم يذهب إلى المدرسة إلا بصورة متقطعة إلى أن بلغ سن 17 حين تدرب ليكون طباعا، ولم ينشر روايته الأولى إلا في 50 من العمر. وحتى هذا كاد أن يكون مصادفة، إذ كان ريتشاردسون مالك مطبعة عندما طلب منه بائع كتب بريطانيان في عام 1739 أن يطبع لهما دليلا يضم رسائلا يمكن أن يستخدمها القراء نموذجا لمراسلاتهم. عمل ريتشاردسون على توسيع المشروع، وقال في مقدمة الدليل إنه يريد أن يعلم القراء ليس كتابة الرسائل بلغة أنيقة فحسب، بل تعليمهم كيف يفكرون ويعملون بإنصاف وحكمة في نواحي الحياة العامة. استوحى ريتشاردسون قصة حقيقية لكتابة عدة رسائل من وإلى فتاة رقيقة تعمل خادمة كان سيدها يتحرش بها، لكي يحذر الشابات من المصائد التي يمكن أن تنصب للإيقاع بشرفهن. وفي غضون شهرين فقط أنجز كتاب باميلا، الذي يعتبره كثيرون أول رواية حديثة باللغة الإنجليزية. ولم يدعي ريتشاردسون الريادة لنفسه، بل أشار إلى أن باميلا كتاب تعليمي، رغم أنه كان رواية تعنى بتمثيل الحياة الداخلية
وليس قصص مغامرات كتلك التي كتبها دانيال ديفو وجوناثان سويفت في حينه. ولعل الموضوع وهو العفة المصونة خلال سلسلة طويلة من المغريات قد أوحت له به قصة حياة ماريا التي ألفها الكاتب الفرنسي ماريفو. أيا كان الأمر، فإن ريتشاردسون أقام في نوفمبر سنة 1740 معلما على طريق الأدب الإنجليزي بإصداره كتابا في مجلدين سماه باميلا أو جزاء الفضيلة، وهي سلسلة من الرسائل العائلية من آنسة جميلة إلى أبويها منشورا لأول مرة ليربي مبادئ الفضيلة والدين في عقول الشباب من الجنسين. ورجا الكتاب وأضاف إليه ريتشاردسون مجلدين آخرين في سنة 1741 باميلا في أسمى حالاتها، يقصان فضائلها وحكمتها بعد زواجها. وما زال نصف القصة الأول طريفا، لأننا لا نكبر أبدا على استطرافنا لقصص الإغواء، وإن كان كل شيء حتى الإغواء يصبح مملا بعد 1000 صفحة. يبدأ التركيز على العاطفة في الصفحة الأولى، حيث تكتب باميلا: أوه لكم تدرف عيناي الدمع مضرارا، لا تعجبا إذا رأيتم الورقة شديد التلوث. وهي مثال الطيبة والتهذيب والتواضع. وجاءت رسائل باميلا حيوية مثيرة للجدل، لغتها تعكس ذكاء الفتاة الفطري وانعدام خبرتها. وفي الرسالة الأولى تصف البطلة ذات 15 عاما لوالديها الاهتمام الذي بدأت تلقاه من رب عملها الشاب غير المتزوج، ويحثها والداها في رسائلهما إليها على الإبقاء على مسافة بينها وبين سيدها، قائلين إنهما يفضلانها فقيرة في أسمال، بل يفضلان تشييعها إلى المقبرة على أن تكون فتاة هدرت شرفها مقابل ملذات دنيوية. وترد باميلا قائلة: أموت 1000 مرة ولا أتلم شرفي. قد تبدو الرسائل المكتوبة في باميلا إنشاء عاطفيا وبلاغة لغوية، لكن قراءة ريتشاردسون تعني الدخول في عالم أخلاقي تستخدم فيه صفات الشرف والأمانة والفضيلة كمرادفات للعذرية، حيث كانت طهرانية ريتشاردسون متطرفة حتى بمعايير فترته، كما تلاحظ الروائية الأمريكية أديل ويلدمان في مجلة نيويوركر. ولكن هذه اللغة الوعظية لم تثني القراء، بل كانت باميلا رواية شعبية حتى أنها أوحت بإنتاج مصنوعات لمحبها مثل أكواب على سبيل المثال، كما نشرت روايات مزيفة زعم أنها أجزاء تالية، وأعدت نسخة مسرحية من الرواية وحتى أوبرا كوميدية. وتلقت شعبية الرواية دفعة دعائية قوية حين أعلن ألكسندر بوب أنها تغني عن مجلدات من المواعظ، وظهرت روايات عديدة كانت باروديا لرواية باميلا، بينها 2 كتبهما هنري فيلدينغ حين كان كاتبا مسرحيا فاشلا يدرس القانون، إذ رأى فيلدينغ الذي اشتهر بروايته توم جونز وما فيها من مغامرات جنسية أن أخلاق ريتشاردسون التي تنتمي إلى نمط المدارس الدينية شيء لا يطاق. ونفذت 4 طبعات من باميلا في 6 أشهر. وبالطبع حتى الناشرون ريتشاردسون على مزيد من التنقيب في هذا المنجم الغني، ولكنه لم يكن بالكاتب المرتزق، ثم إن صحته بدأت تعتل فتريث ومضى في أعماله الطباعية. يمكن تقسيم حياة ريتشاردسون إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل باميلا ومرحلة ما بعدها. ولا يعرف الكثير عن الفترة الأولى، لا سيما وأنه على ما يبدو أتلف غالبية رسائله التي كتبها في تلك الأيام. بعد باميلا أصبح ريتشاردسون رجل الأعمال المغمور في السابق، واعيا بكونه شخصية أدبية عامة، وأقام علاقات مع مجموعة من المعجبين كثير منهم نساء، وبدأ يحفظ رسائله
بنية نشرها لاحقا، ولم يخرج رائعته التالية التي جاءته بأوروبا البرجوازية كلها عند قدميه إلا عام 1747، وقد صدرت هذه الرائعة باسم كلاريسا أو تاريخ شابة، وطولها 2000 صفحة في 7 مجلدات ما بين نوفمبر 1747 وديسمبر سنة 1748، التي كعهده وضع بطلتها أيضا في موقف صعب. فمن بداية الرواية نرى كلاريسا ابنة 18 عاما تواجه ضغوط عائلتها للزواج من أجل المال، وتعتقد العائلة أن ابنتهم إذا لم تتزوج من التري وإن كان ثقيل الدم فإنها ستهرب مع لوفلايس اللطيف جدا لكنه عابث، وتصر كلاريسا على أنها ستهجر لوفلايس إذا وافق والدها على بقائها عازبة. كان أحد أهداف ريتشاردسون المعلنة من رواية كلاريسا أن يحذر الشابات من تفضيل رجل المتعة على رجل الفضيلة، ولكن المرأة لا يستطيع أن يتحدث عن كلاريسا وأبطالها والرسالة الاجتماعية التي تتضمنها من دون الاعتراف بسمتها الأكثر شهرة وهي طولها. فإن كلاريسا أطول رواية كتبت بالإنجليزية، تتألف من نحو 970,000 كلمة بالمقارنة مع 65,000 كلمة، وهو طول رواية ليو تولستوي الحرب والسلم مثلا. حاول ريتشاردسون في روايته الثالثة والأخيرة غرانديسون أن يكتب عن الرجل الفاضل الذي يجب أن تفضله النساء، فإن البطل غرانديسون وسيم شجاع وكريم مع النساء والفقراء، ولكنه أيضا واعظ أخلاقي يعلن أن هناك ما يكفي من المتع البريئة لملء كل ساعة شاغرة بالبهجة من أجل إقناع صديق بالكف عن ملاحقة النساء، ويأخذ الصديق بنصيحته. يتألف العمود الفقري للكتاب من دروس عن الحياة، ويتعلق ما في الرواية من حبكة بوقوع البطل بين امرأتين تحبانه، ولكن امرأة واحدة تستطيع أن تتزوجه، فشعرت الثانية بالحزن لأنها لا تستطيع الزواج منه حتى إنه يبذل جهدا مضنيا لإقناعها بالعدول عن قرارها والزهد بالحياة والاعتكاف في دير لتصبح راهبة. وتكتب الروائية الأمريكية أديل ويلدمان أن المفاجأة في رواية غرانديسون أنها كانت بمثابة معيار عند الروائية الإنجليزية جين أوستن التي تأثرت برواياته، حتى أنها كانت قادرة على أن تصف بدقة كل ما قاله أو فعله أبطالها الكثيرون. وكانت حملة ريتشاردسون على الرجال الفاجرين من الموضوعات التي تناولتها أوستن في أعمالها الروائية، ولكن بطريقة أكثر إقناعا في أحيان كثيرة. وبعدما يربو قليلا على نصف قرن على الرواية، أدخلت أوستن على الرواية الواقعية انضباطا وتكثيفا ومفارقة مكنتها من تحويل نوازعها الوعظية إلى أساس للإبداع الفتي. وترى الروائية ويلدمان أن ريتشاردسون كان في أحيان كثيرة ينجح بالرغم من نفسه، وحين كانت الحياة الداخلية الشائكة لشخصياته تطغى على أهدافه الوعظية، فإنه هنا بالذات كان يحقق عظمته. وتقبل ريتشاردسون نجاحه في تواضع ووصل عمله طباعا، ولكنه بنى لنفسه بيتا أفضل وكتب رسائلا طويلة ضمنها النصائح لدائرة كبيرة من النساء. كان بعضهن يدعوه بابا العزيز، وفي أواخر عمره دفع ثمن الفكر المركز والفن المسهى بحساسية عصبية وأرقا. وفي 4 يوليو سنة 1761 قضت عليه إصابته بمرض الباركنسون، وكان تأثيره الدولي أعظم من تأثير أي إنجليزي آخر في عصره باستثناء ويسلي ويبت الأب، وقد أعان وطنه على صوغ المزاج الأخلاقي
لإنجلترا جونسون، وعلى الارتفاع بأخلاقيات البلاط بعد جورج الثاني، وأسهم في التراث الأخلاقي والأدبي الذي خلفه في تكوين رواية جولد سميث قسيس ويكفيلد سنة 1766 ورواية جين أوستن العقل والوجدان سنة 1811. أما في فرنسا فقد عد كاتبا لا مثيل له في القصة الإنجليزية، يقول روسو: لم تكتب قط في أي لغة رواية تعدل أو حتى تقترب من كلاريسا. وقد ترجم مسرح فولتير باميلا في نانين، وصاغ روسو هيلويز الجديدة على غرار كلاريسا موضوعا وشكلا وهدفا أخلاقيا، وارتفع ديدرو إلى المناجات المفرطة الحماسية في مقاله سنة 1761، فقال: لو أنه أكره على بيع مكتبته لما احتفظ من كتبه كلها إلا بهوميز ويوربيدس وسوفوكليس وريتشاردسون. وانتشى كلوبشتوك طربا بكلاريسا، وبنى فيلاند تمثيلية على جراديسون، وراح الألمان يحجون إلى بيت ريتشاردسون. وفي إيطاليا عرضت في مسرح غولدوني قصة باميلا، واليوم لا يقرأ أحد ريتشاردسون إلا مضطرا بحكم الدراسة، ونحن لا نملك الفراغ الذي يتسع لكتابة رسائل كهذه، فضلا عن قراءتها والوازع الأخلاقي الذي يدين به عصر صناعي دارويني يهرب في ضجر من المحاذير والقيود البيوريتانية. ولكننا نعرف أن هذه الروايات مثلث ثورة الوجدان على عبادة الفكر والعقل أكثر مما مثله شعر تومسون وكولنز وغراي، ونتبين في ريتشاردسون الأب كما نتبين في روسو البطل لتلك الحركة الرومانسية التي ستنتصر في أواخر القرن 18. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وإلى الفقرة القادمة.